لجهود الشعر العربي في مدينة أو في المملكة العربية السعودية عموما. حرصت الهيئة الملكية بالتعاون مع الأدباء والمهتمين أمثالكم بالشعر العربي في محافظة ينبع أجمع إلى إطلاق باكورة، ومن البرامج أكثر من 10 برامج بإذن الله تعالى سترونها في الأيام القريبة ما بعد الصيف. هذه إحدى البرامج التي انطلقت بحضوركم أبو بندر والإخوة الأفاضل، رمز من رموز عام الشعر العربي لعام 2023. أنا أتكلم عن هذا الرمز. الأستاذ الرصيد المروعاني رحمه الله هو البحر من أي نواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحبه. من أين أبدأ بهذا الرجل وبسيرة هذا الرجل؟ رمز حقيقة من سنة وأنا أفكر في هاجس أن أتحدث عن هذا الرجل، أن أؤبن هذا الرجل. أنا عندما أذكر هذا الرجل وأؤبنه هو عزام لنفسي. أعظم مراحل عمر الإنسان هي مرحلة الشباب. أنا عشت مع هذا الرجل أكثر من 30 عاما، جزء عظيم من حياتي. مرحلة شبابي كانت في سيرة الرجل وأخوة هذا الرجل وصداقته، فرأيت أنه من الواجب علي أن أؤبن هذا الرجل بأمسية تبقى خالدة في الهيئة الملكية وفي أرشيفها، وأن يبقى خالد إن شاء الله في نفوسنا. استوقفني كلام منه قبل أن يتوفى بشهر رحمه الله عند أحد الكرماء. طلب مني أن أتحدث على المنبر بدون أن أحبط، فرأيت رمزا مكتوبا اسمه على البنر. وقفت أمام هذا الرمز وأثنيت عليه بما يستحق، رجلا جوادا له نقيبة عظيمة لم تكن لغيره، فبدأت أثني عليه بما يستحق، وأبناؤه وأحفاده موجودين. لما عدت مرة أخرى إلى جانبه نظر إلي وقال: لماذا لا نكرم رموزنا إلا وهم أمواتا؟ لماذا يا عبد الله لا نكرم رموزنا أحياء؟ لماذا لا نذكر نقائبهم أحياء؟ فبدأ يتحدث معي قريب ساعة لا ربع، والحديث يجب أن تتبنى هذا الأمر، يجب أن تتحدث عن الرموز أحياء، يجب يجب يجب. شاءت أقدار الله أنه بعد شهر يتوفى وبقي كلامه في أذني. ما دعاني إلى أن أتحدث هذا اليوم من على هذا المنبر كأنه يوصيني رحمه الله، هي ليلة وفاء لمن يستحق الوفاء، وهو والله كذلك. إن أردت أن أتحدث عن نشأة هذا الرمز الكبير، نشأ يتيما، انتقل من القرية إلى المحافظة إلى المدينة. اليتم كان محفزا وصانعا له، ونحن من خلال التاريخ عندما نقرأ الأيتام هم من يصنع التاريخ، بصماتهم بالتاريخ لا تمحى. لقد صقله اليتم، قرأ الشعر صغيرا، عندما وصل إلى 18 أصبح الرجل فحلا في الشعر، نبغ في الشعر رحمه الله وهو ابن 18 عاما، بل أنه تجاوز ذلك إلى عمق التجربة. رجل عنده فلسفة وعمق عجيب وهو في 20 من عمره، 50 و60 سنة لا يصل إلى مستوى عمق تجربة هذا الشاب. فلفت الأنظار وبهر الأنظار، عرفته في جامعة الملك عبد العزيز رحمه الله، كل الأعناق تلتفت إليه. يدخل الدكتور ضيف الله لا العتيبي علينا في المدرج 180 طالب، مجرد أن يدخل الدكتور يقول: وين شاعرنا عبد الله الجهني؟ فيلتفت كل من في المدرج: من هو عبد الله الجهني؟ فيبدأ بالنزول، وإذا هو ذلك الرجل النحيل القصير. يعقل هذا عبد الله الجهني يبحث عن الدكتور؟ فيجلس إلى جانبه. عندما تراه العين أول مرة يتبادر إلى الذهن قول الشاعر: إن في جسم في بردي جسما ناحلا لو توكأت عليه لانكسر. ولكنه عندما يقف يتبادر إلى ذهن قول طرفه: أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه، خشاش كرأس الحية المتوقدة.